حابه اشكر طبعا الكنيسه الانجيليه للدعوه الكريمه. شايفه الجسد الواحد لمصر، مش النسيج، الجسد الواحد، لان احنا كلنا جسد واحد. بحيي كل واحد موجود النهارده من اعضاء مجلس النواب، من المسؤولين في مدينه نصر. الحقيقه ايضا بحييكم بمناسبه قرب 30 يونيو. احنا يعني عدينا بمرحلة صعبة جدا، قدامنا لسه حاجات كتير وتحديات داخلية وخارجية، إنما إحنا واثقين في قياداتنا السياسية، في شعبنا، في حكومتنا. كنت أنا وسيادة اللواء حاتم باشات من يومين مع أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين، وكنا عملنا لهم زيارات يعني عشان نوطد علاقتهم بالوطن، وأخذناهم مستشفى 57 53 57، وشافوا بيتر نايم في السرير جنب امه والانجيل على السرير، وفي نفس الاوضه في ستاره جنبه على طول سيده منقبه بابنها محمد. قد ايه كان المنظر جميل. ربنا ان شاء الله يديم المحبه ويعني يثبت الجسد الواحد اللي مصر دلوقتي محتاجانا كلنا نقف معاها قدام كل التحديات، ويعني ربنا مع القياده السياسيه ويسترها على مصر دايما. ميرسي وكل سنه وانتم طيبين.